الخبر الأخير معانا النهاردة مع حضراتكم، مصر الحمد لله حصلت على ميدالية ذهبية وميدالية فضية خلال المشاركة بمعرض بيروت الدولي للابتكار. الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري أشار في تقرير قدمه لوزير التعليم العالي أن المعرض شهد مشاركة أكثر من 70 اختراع من 14 دولة في هذا المعرض ضمن فئات مختلفة. ويعني عايزين نعرف الحقيقة، هي مصر إزاي يعني قدرت أنها توصل للمراكز دي وانها تحصد ميداليه ذهبيه وفضيه؟ معانا دكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول. يا دكتور ياسر، تحياتي لحضرتك والف مبروك. اهلا وسهلا بحضرتك، وانا اللي بقول مبروك لمصر طبعا. ازاي مصر يعني قدرت انها تتحقق بشكل كبير جدا من خبرتها وتقدر انها تنافس بيها في هذا المجال وتحصد كمان يعني ميداليه ذهبيه وميداليه فضيه؟ طبعا يعني فوز مصر بالميدالية الذهبية والفضية ده جاء نتيجة طبيعية لاهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي والابتكار. طبعا احنا شايفين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتهتم بتشجيع الابتكار والتوجيهات سعادة الوزير الدكتور خالد عبد الغفار بالاهتمام بالابتكار والمشاركة في المحافل العربية والإفريقية والدولية. فكان من خلال هذه التوجيهات احنا عندنا طبعا معهد بحوث البترول ده انشئ سنه 1974 وهو احد المعاهد التابعه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. عملنا مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، لانه الهدف دلوقتي ان احنا نبرز المخرجات البحثيه اللي موجوده في قطاع البحث العلمي كله. فالمكتب ده اشتركنا في مؤتمر بيروت للابتكار بيروت الدولي، وده عبارة عن كان مشاركة من 14 دولة وكان في 70 اختراع. احنا طبعا يعني عندنا مخرجات كتيرة جدا، بس احنا حاولنا نختار مخرجين لانه رؤية مصر 2030 اهتمت بمجالي المياه والطاقة، فقلنا عايزين نمثل كموديل من الحاجات اللي عندنا، فاخترنا في مجال المياه وده اللي خدنا الفضية، ان هو طبعا عارفين كلنا ازاي نستخدم المواد النانوية في معالجة المياه الصرف الصناعي، وده بنقلل من الفاقد من المياه وإعادة استخدامها، يبقى توفير المياه الصالحة للشرب. وخدنا الميدالية الذهبية في تحسين الخلايا الشمسية، طبعا فريق عمل هنا وفريق عمل هنا، لانه فرق العمل دلوقتي هو ده اللي احنا بنبحث عنه، التكامل والبناء فرق عمل قادرة على المنافسة. طب الذهبية بقى سريعا معاك يا دكتور ياسر، الذهبية خدناها في الطاقة الشمسية لان تحسين كفاءة الخلايا الشمسية، لان طبعا كلنا بنهتم زي ما حضرتك قلنا في الطاقة، فالطاقة مهمة جدا، فخدنا في المياه والطاقة. خلينا برضو نقول ان الوزارة بتعمل هنا سنويا من خلال أكاديمية البحث العلمي مؤتمر سنوي للابتكار، وطبعا ده كان بنشوف فيه بقى المخترعات والاختراعات اللي مقدمة من الشباب الباحثين، حاجة تفرح بجد وحاجة بتؤدي الى انه مستقبل مصر ان شاء الله واعد في مجال البحث. يا رب ان شاء الله. دكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، شكرا جدا لحضرتك يا فندم، والف مبروك مره ثانيه على الميداليه الذهبيه والفضيه لمصر خلال المشاركه بمعرض بيروت الدولي للابتكار.